السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة شهيوات ناني. اقتراحي لكم أخواتي اليوم هو رغيفة في الفرن مورقة بملعقتين من الزبدة فقط، ودون الحاجة لأنها تخمر، يعني ما فيهاش الخميرة د العجينة. كتعجنوها وتخليوها ترتاح شوية، وفي الوقت اللي تكون كترتاح يفضل انكم تحضروا الحشو في الوقت ديال الراحه ديالها، عاد باش تبداو بها الخدمه مباشره، يعني ما تسناوها لا تخمر لا حتى شي حاجه. الفطيره كتجي زوينه وبحجم عائلي، والحشو غيروا فيه حسب ما هو متوفر عندكم. تبعوا معايا الفيديو وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه هذه وتطبقوها. بسم الله وابدا على بركه الله بالعمل واستعراض المقادير. بالنسبه لهاد الرغيفه هذه فغادي نحتاجوا واحد الحشوه. انا هنايا عملت غادي نعمرها بالخضر والتونه. يمكن لكم تعملوا اللي متوفر عندكم، الا كنتو كتفضلوا الكفته الدجاج اي حاجه، يعني الحشو غيروا فيه حسب ذوقكم وحسب ما هو متوفر عندكم، حيت هذا السؤال كنلقاه بزاف في التعليق ديال واش يمكن لي نبدل هذه بهذه. الحشوه ماشي مهمه، يعني عملوا فيها اللي عندكم وعلى حسب الذوق. عندي هنايا، المهم عندنا هنا هو طريقة العجينة والطوراق ديالها. غادي نعمل هنايا، عندي هنايا ثلاثة البصلات خضاريين صغار مقطعين بهذا الشكل هذا، مع واحد فص كبير ديال الثوم. غادي نحطوه هو الأول، قبل ما نحطوه غادي ندير الزيت. هنايا عملت زوج معالق كبار ديال الزيت العادية، زيت المائدة. غادي نحط هنايا البصل والثوم، هنايا حطينا البصل والثوم مع واحد زوج معالق كبار ديال زيت المائدة. عندي هنايا علبة متوسطة من الشامبينيون او المشروم مقطع هكذا بحجم متوسط، حتى هو يعني يكون في نفس حجم الخضر. عندي هنايا الفلفل الالوان، عندي هنا الصفر الخضر الاحمر، عملوا اما لون واحد او اللي متوفر عندكم. عندي هنايا الزيتون اخضر مقطع بهذا الشكل هذا، عندي تقريبا واحد 3 المعالق ولا 4 المعالق كبار. وعندي بالنسبه للتوابل او العطريه، عندي البابريكا او التحميره، عندي شويه ديال الزنجبيل سكينجبير، عندي شويه الكزبره اليابسه، الملح قللوه شويه على ود الثوم والزيتون، وعندي هنا شويه ديال الكركم، شويه ديال الفلفل الاسود. عملوا الصلصه الحاره الا كتفضلوها. بالنسبه للتونه او الطون فانا غادي نعمل زوج ديال العلب هادو بحجم بوزن 80 غرام. هنا عندي بالصلصه ديال الطماطم، الا ما كانش عندكم عملوا العادي، عملوا العادي ولكن ضيفوا واحد الشويه ديال الصلصه ديال الطماطم. دابا غادي نحط هذا فوق نار هادئه حتى يدبل غير واحد شويه، ونضيف عليه هاد الخضار الاخرين. ها هو الفلفل، هذا البصل دبل واحد شويه، غادي نضيف هنايا الانواع ديال الفلفل اللي عندي. غنضيف عليهم الشامبينيون او المشروم. غادي نقلبهم حتى هما واحد شويه غير يدبالوا واحد شويه، صافي ونبعدهم على النار. هنايا الخضر ديالنا ها هي دبالت، ما غنقولكمش طيبوها تماما 100% ولكن غير دبال واحد شويه. غادي نضيف هذا الزيتون اللي عندي، شويه ديال السيبولات، ما عنديش الوقت باش نقطع الربيع. الا عندكم الكزبره البقدونس ديروهم. وغادي نضيف هذيك التونه، انا نقصت منها من الزيت، خليت غير واحد شويه ديال الصلصه. قلت الوزن ديال كل علبه 80 غرام، يعني عملت في المجموع 160. صافي غادي نخلط بشويه ونخليها على جنب تبرد على ما نوجدوا العجينه.
العجينه كما قلت في التقديم يعني ما كتحتاج لا انها تخمر ولا حتى شي حاجه، سريعه. هنايا ها هي الحشوه ديالنا، خليناها على جنب كتبرد. دابا غادي نحضروا العجينه. عندي هنايا 600 غرام ديال الطحين، ما يعادل واحد 6 الكيسان ديال العنبه، وعموما بالكوب غادي نحط لكم في ان شاء الله في صندوق الوصف. غادي نضيف عليهم، عندي هنايا معلقه كبيره ونص ديال الخميره الكيماويه او البيكنج باودر، يعني ما يعادل واحد الكيس وواحد ساشي ونص او تقريبا واحد 11 غرام حتى 12. هنايا عندي الملح، غادي نخلطهم هنايا مع هاد الطحين هذا. وعندي هنايا نص كاس ديال الزيت عادية، زيت المائدة. وغادي نضيف تقريبا واحد زوج معالق كبار ديال الخل، الخل الابيض هذا، حتى الا عندكم الاحمر ماشي مشكل. هاد الخل غادي يساعدنا ان شاء الله في التوراق. زوج معالق كبار، وغادي نضيف واحد ثلاثة د المعالق كبار عامرين مزيان، وهذا الشيء اللي بقى غادي نخليه ان شاء الله للوجه. وغادي نعجن بالماء بارد، غادي نحطها في العجانه تعجن، غنبقى نضيف ليها الماء حتى نحصل على واحد العجينه يعني لينه ومجموعه ناعمه. اخواتي عجينتنا ها هي تعجنات، هانتوما كتشوفوا لازم تكون شويه طريه يعني لينه، ولكن يعني مجموعه ماشي ما كتلصقش في اليدين. دابا غادي ناخذها وغادي نقسمها لكرتين متساويتين. نحط هذه على جنب، غادي نطلق هذه هي الاولى. غادي ناخذ الكره الاولى، لاحظوا مباشره بعد ما عجنتها قسمتها يعني ما كتخمر ما حتى شي حاجه. غادي نرش واحد رشه خفيفه ديال الدقيق، وغادي نطلق هذه على واحد السمك رقيق. اخواتي بالنسبه للطرق فغادي نحتاجو زوج معالق كبار ديال الزبده، غادي نذوبهم مع واحد شويه ديال الزيت، ممكن هنا يكونوا واحد 3 المعالق كبار او 4 او اقل، نقدر ما نستخدموش كامل. دابا غادي نذوب هاد الزبده، هنايا ذوب ديك الزبده وهنايا عندي الزيت، غادي نمسح مسيحه خفيفه. غادي نمسح بالزبده، كلكم تكتفيوا بالزبده فقط. غادي ناخذ واحد السكين وغادي نقطعها بحال هذا الشكل هذا. ناخذ واحد بلاطو بحال هكا، غنرش فيه شويه ديال الدقيق، وغادي نهز ليه هاد الكره الاولى اللي خدمنا على ما نطلق الثانيه. من هانيت ديك الزبده تبرد باش تجيني ساهله في الطلاق. نفس الشيء غادي نعملو لهاد الكره الثانيه،
ونضف هذه البلاصه هذه من الزبده. غادي نرش الدقيق او الطحين وغادي نخدم هذه حتى هي بنفس الطريقه ديال الاول. كما كتلاحظوا اخواتي كملنا هذه الرغيفه الثانيه. دابا هذه الاولى غادي نهزها نحطها فوق الورق انا باش كنسهل عليا العمل فاش كنخدم هذا الورق. هذا يمكن لكم تطلقوها، غادي نحط هنايا الثانيه على ما نكمل هذه الاولى. يمكن لكم تطلقوها وعلى سطح العمل ترشوا شويه ديال الدقيق وتحاولوا عليها بشويه وتهزوها تحطوها في الطاوله في الاخر، لكن هذا الورق هذا كيسهل العمليه. دابا غادي نبدا نطلقها هكذا. يعني غادي تعطيوها واحد الشويه ديال الخاطر حتى تطلقوها تماما. خواتي باش نسهل عليا لان مدهونه بالزبده فصعيب جاتني صعيبه نطلقها بيديا وفي نفس الوقت بالمدلك كتشد ليا، فعملت هاد الفيلم اليمونتيغ يعني هاد بلاستيك الغذائي. وفي الحقيقه حاولوا احسن تفرشوا الورق، يعني حاولوا تفرشوا الورق او اي حاجه يعني كتخدموا بها اللي كيديروا بابي الومنيوم يعملوا هذا لان غادي تلصق لكم. هنايا الطاوله غادي نبدا نقادها. غادي نرفع هاد الورق هذا وغادي نطلق به الكره الثانيه. من قبل غادي نوزع هاد الحشوه هذه اللي عندي. اخواتي بالنسبه للقطعه الثانيه من العجين فانا طلقتها بين قطعتين من هاد البلاستيك الغذائي او النايلون. غادي نرفع هاد القطعه الفوقانيه. هانتوما كتلاحظوا اخواتي غير بالرفق حتى تقادوها ولصقوا من الجناب سدوا هاد الجنيبات هادو. فهاد المرحله هذه الفرن يكونوا عاملين وكيسخن على حراره عاليه تقريبا 220 درجه. منين غادي ندخلها للفرن غادي ندخلها طيب على 200 درجه. انتبهوا لهاد التفاصيل اللي كنصور لكم ديال كيفاش تطلقوا فوق الورق فوق الفيلم اللي مونتاج، راه هادشي كله كيساعد لان هاد العجينه هادي الا فتو تطلقتوها فوق الرخامه وجيتو بغيتو تهزوها غادي توحلو معاها. فالافضل تعملوا هاد ليزاستيس اللي كنوريكم. صافي دابا هذاك الياغورت اللي احتفظنا به او الزبادي اللي احتفظنا به في البدايه من العجينه غادي ندفع عليه هاد الزبده. ايضا شفتوا الزبده المورقتش بها كامله
غادي نضيف عليها من هنايا زوج معالق ديال الزيت، باش نضيف واحد شويه ديال اللون لهاد الخلطه بالوجه غادي نضيف واحد القطيرات من صلصه الصوجا. اللي ما كيعملهاش يعمل شويه ديال الكيتشاب او اي حاجه اللي غادي تلون ليه يعملها. صافي غادي نمسحوها كامله. الفطيرة خدات في الفرن تقريبا 35 دقيقة والفرن مفتوح من أسفل حتى طابت مزيان، عاد باش فتحت عليها الشواية من الفوق باش يتحمر الوجه شوية، وفور خروجها من الفرن غادي تغطيوها بواحد الفوطة نظيفة وتخليوها حتى ترجع فيها الرطوبة لداخل، وخليوها حتى تهدى حرارتها تماما عاد باش قطعوها وقدموها.